مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الحالمة، وفيه نناقش أبرز القضايا والموضوعات التي تهم الشارع في تعز، نبحثها مع المسؤولين والمختصين، نستمع إلى إيضاحات بشأنها. نجول تعز لنتعرف على طبيعتها وما تحويه من أودية خصبة تمد المحافظة وعموم اليمن بكثير الخير والعطاء. كما سنتوقف وإياكم على قصة تحكي كيفية حفاظ بعض الأسر على مهن تقليدية رغم اندثارها مع غزو الجديد والاعتماد على الحديث، فكونوا معنا. مشاهدونا، في هذه الحلقة: كورونا تضيف معاناة جديدة لمرضى الفشل الكلوي بتعز بعد تسجيل عدد من حالات الوفاة، والحناني يدعو لدعم المركز في مواجهة الوباء. البركاني في الحجرية واد من مانجو لفاكهته نكهة ومذاق مختلف. في مهنة متوارثة بالشمايتين، معصرة تعتمد على الجمل لإنتاج زيت السمسم البلدي. مشاهدينا، لم يعد الحديث عن انعدام محاليل الغسيل الكلوي ومعاناة مرضى محط اهتمام الكثير في تعز مع انشغال الجميع بتأثير الوباء المستجد، غير أن الإعلان الأخير لمركز الغسيل الكلوي بمستشفى الثورة بتعز والذي أفاد بتسجيل وفيات وحالات إصابة بفيروس كورونا في المركز دفع بالتذكير بمعاناة هؤلاء المرضى، مع دعوات إلى أهمية إيلاء هذه الشريحة اهتماما ورعاية صحية تتناسب وحالة حالتهم الصحية. نظرات وفيها كثير من حسرة وألم تبديها زين علي عبد الله، وهي واحد من المرضى المصابين بالفشل الكلوي والتي تتردد منذ 8 سنوات على مركز الغسيل بمستشفى الثورة بتعز. تقول زين أن جلسات الغسيل أصبحت رغم المعاناة روتيناً اعتيادياً من برنامج الحياة اليومية، ولم تعد لديها أي مشكلة مع هذا البرنامج، غير أن ما يقلقها اليوم ويمثل هاجساً بشأن مستقبل حياتها هو فيروس كورونا الذي بدأ يفتك بمرضى الفشل ويقضي عليهم واحداً تلو الآخر. 8 سنوات أغسل هنا، دحين نحن خايفين من هذه الكورونا، الغسيل يعني له علاج، لكن هذه الكورونا ما لهش علاج. ماتوا الآن يعني بالأمس واليوم 5 أنفار، نحن يعني بعده. يؤكد الأطباء أن مرضى الفشل يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وهو ما يجعل هذه الشريحة أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، مدللين على ذلك بارتفاع مؤشرات حالات الوفاة بين مرضى الفشل الكلوي والتي وصلت 6 حالات حتى يوم السبت الماضي، أرقام جعلت من الكادر العامل في المركز التابع لهيئة مستشفى الثورة بتعز إلى إطلاق دعوات تطالب الجهات المعنية والمنظمات بسرعة دعم المركز لاحتواء الوباء وتداعياته على المرضى والكادر الطبي. توفوا 5 مرضى من الفشل الكلوي بسبب إصابتهم فيروس كورونا لأن مناعتهم ضعيفة، والبقية كلهم معرضين لهذا الوباء. فنرجو من الجهات المختصة وفاعلين الخير والمنظمات أن تدعم هذا القسم بأدوات وقائية، وكمان نحن نحتاج يعني ثياب واقية لكي نقي أنفسنا من هذا الوباء. نحن الأمراض بمستشفى الثورة تعز معرضين للخطورة أكثر الأمراض لأنهم نقص مناعة عندهم في الجسم، وما فيش إمكانيات بنا بمستشفى للتعقيم للتجهيز الأمراض. وفي محاولة منه لمواجهة تفشي الوباء بين المرضى، أعلن المركز استثمار عطلة يوم الجمعة وقام بإغلاق أبوابه أمام المرضى لإجراء عملية تعقيم شاملة،
عملية يقول القائمون على المركز إنها أدنى الجهود الضرورية في ظل إمكانات متواضعة لا تسمح بمواجهة وباء مستجد عجزت كبرى المنظومات الصحية عن مواجهته، وهو الوباء الذي يتطلب تضافر الجهود للتقليل من مخاطره. ولتسليط الضوء على مركز الغسيل الكلوي بمستشفى الثورة بتعز والاقتراب أكثر من حالة المرضى، نستضيف معنا دكتور فهمي الحناني مدير المركز. أهلا بك دكتور معنا. أهلا وسهلا بكم. أولا، كيف هو وضع المرضى الفشل الكلوي في المركز إثر الإعلان عن حالة إصابة بفيروس كورونا وبينهما وفاة؟ طبعا أولا نشكر حضوركم وتلمسكم لمعاناتنا في هذا المركز. طبعا المركز يوجد فيه أكثر من 250 مريض فشل كلوي. نحن نستقبل في اليوم الواحد ما بين 66 إلى 70 مريض فشل كلوي. عدد الموظفين داخل المركز وصلوا إلى 25 كادر تمريضي وأطباء وعمال نظافة. طبعا الوضع أصبح مقلق جدا، وخصوصا بعد ظهور حالات مصابة بالكوفيد 19 خلال اليومين السابقة. توفت منهم 5 حالات حتى تاريخ اليوم 6/6/2020. هناك كمان حالتين مصابة لكن تحت الحجر المنزلي، منهم من أحد الإصابات هذا أحد الموظفين لدينا في المركز. طبعا الوضع يهدد بكارثة كبيرة جدا، ولا نعرف متى. نعم، أمام هذا الوضع الكارثي الذي تتحدث عن، أنتم في قيادة مركز الغسيل الكلوي تعرفون مدى معاناة المريض وضعف مقاومته للأمراض المعدية، لماذا لم تتخذ إدارة المركز إجراءات استباقية أو إجراءات مصاحبة لتفشي الوباء لمنع وصول كورونا إلى الأجساد هي منهكة أصلا؟ طبعا مريض الفشل الكلوي مناعته ضعيفة دائما، لكن نحن قمنا باحترازات. لكن المريض الفشل الكلوي غير بقية المرضى الذي ترقد في الأقسام. مريض الفشل الكلوي يخضع للغسيل مرتين في الأسبوع وأربع ساعات غسيل، بعدها يغادر المركز إلى منزله. فلا نعلم أين أصيب، هل في السوق، هل بالبقالة، هل في المطعم، هل في البيت. فلذلك لن نستطيع أن احنا نعمل عمليات احترازية لضبط هذا الموضوع. فالموضوع كبير جدا ويحتاج إلى إمكانيات كبيرة، ونحن لا يوجد لدينا أي إمكانيات. يعني على مستوى وسائل الوقاية الشخصية نحن احتمال يومين ونفذت ما لدينا، وكما تشوفون يعني الماسك اللي هو الكمامات، الجلافسات، النظارات، البدلات الخاصة طبعا غير متوفرة، لكن نسأل الله السلامة ونحاول احنا نطرق الأبواب حتى. لكن دكتور فهمي، بعد وصول هذه الحالات أو الإصابات إلى مركز الغسيل الكلوي، ما هي التحركات التي تقومون بها لحماية حياة المصابين بالفشل الكلوي، وما هي التحركات في هذا الجانب؟ طبعا نحن نقوم بالإجراءات الاحترازية اللي هي عملية التعقيم بين كل وردية ووردية، وقوم تعقيم المركز بشكل كامل. وقمنا أيضا أمس بإغلاق المركز اللي هو يوم الجمعة، وعمل عملية تعقيم للمركز بشكل متكامل. والتعقيم لدينا ما بين كل وردية ووردية، الأجهزة، الأسرة، الأدوات، الطاقم، الدخول والخروج كلهم يخضعون لعملية التعقيم. لكن لا نعلم زي ما ذكرت سابقا أين تكون الإصابة. قد تكون الإصابة بعد الخروج من المركز، قد تكون بعد خروج من المستشفى بشكل كامل. قد يكون الإصابة يعني قد يحامل الفيروس من مكان آخر. تحدثت عن إمكانات منعدمة أو شبه منعدمة في المركز، ما دور السلطة المحلية ومكتب الصحة في دعم المركز بالإمكانات والاحتياجات التي يحتاجها لمواجهة الوباء؟ والله نحن طرقنا كل الأبواب، لكن مع الأسف لم نجد أي جهة تقوم بدعم هذا الجانب. نحن الآن نقدم من خلال قناتكم الكريمة مناشدة لمحافظ المحافظة ووزير الصحة ومكتب الصحة في المحافظة والمنظمة الدولية وفاعلين الخير حتى يلتفتوا إلى هذا الجانب، حيث أن هذا الموضوع كارثي. مريض الفشل الكلوي يحضر بمرافق أو اثنين
يذهب الى البيت اذا تعب او حاجه، يجي لك زوار من القريه نفسها من الحاره، تمام؟ يعني احد الحالات اللي توفت زارها اكثر من 200 شخص في منطقه صبر، وتم استدعاء طبعا فريق الاستجابه الطارئه، وتم اخذ عينات لبعض الحالات، واول امس اخذنا كمان عينات عشوائيه لستة اشخاص، ومنتظرين صدور النتيجه خلال اليوم هذا ان شاء الله. امام هذا التفشي الذي لم يستثني لا كادر صحي ولا مرضى، المستشفيات الان اصبحت في وضع ايضا غير امن، ما الذي يمكن ان يقال في هذا الموضوع؟ برأيي الخاص أنا أرى أن يتم عمل عزل في المستشفيات. نعم. المستشفيات الآن لابد أن تعمل كاستقبال حالات كورونا والحالات الإسعافية فقط، لأنه الآن نحن لا نضمن أنفسنا. نحن نعمل الآن، نذهب إلى بيوتنا، قد نكون حاملين المرض، نعدي أسرنا، والأسر تعدي الناس اللي في الحارة، وهنا وهنا تنتشر الوباء من غير ما نشعر. إمكانية تنفيذ هذا الإجراء أو الخطوة، إمكانيته لابد أنه يكون في تدخل سريع من الجهات المعنية ودعم هذا الموضوع، لأنه أنا إذا مكت هنا كعازل أنا أحتاج سكان، بحتاج أكل، بحتاج شرب، لأنه تخيلي لا رواتب لا كذا، يعني مشكلة، فالموضوع يعني كبير وكارثة. نعم. في السابق كان لكم شكاوى متكررة من انعدام محاليل الخاصة بالغسيل الكلوي، هل الإمدادات بهذه المحاليل لا تزال منتظمة؟ هل هناك توفر لها في المركز؟ والله كنا نحن نعاني في السابق، لكن بعد ما تم توصيل صرخاتنا للجهات المعنية والمنظمات الدولية، قامت وزارة الصحة مشكورة بتوفير هذه الأشياء، والآن الوضع تحت السيطرة، والمواد الغسيل متوفرة والحمد لله رب العالمين. وفعلا الخير أيضا هناك من يدعم في موضوع العلاجات الخاصة بالضغط، الخاصة بالكالسيوم، الأشياء هذه اللي هي يحتاجها المريض بشكل يومي. الآن نتحدث عن فيروس كورونا ومرض الفشل الكلوي، المرض الفشل بين جحيمين اليوم، أنتم ما هي جهودكم أو إمكاناتكم التي ستقدمونها في الوقت القريب للمرضى في المركز؟ دعيني أطلقها صراحة، إمكانيات صفر. إذن دكتور فهمي الحناني رئيس مركز الغسيل الكلوي بمستشفى الثورة العام، شكرا جزيلا لتواجدك معنا، ونتمنى السلامة لكل مريض. مرحبا بكم من جديد. يعد وادي البركاني أحد أشهر أودية تعز وأكثرها مساحة مزروعة بأشجار المانجو، ويجود هذا الوادي الواقع بالحجرية جنوب المحافظة بأجود أنواع المانجو التي اكتسبت تسميتها وشهرتها من اسم هذا الوادي. نتابع. إلى اليمين وأثناء عبور الطريق الممتد من تعز وحتى مدينة التربة، يتراءى للمسافر مثل هذا المنظر البديع، حيث واحة خضرة فيها شجر باسقات تجود بالثمار وتمد الروح بالحياة والانشراح، تدرك أنك في وادي البركان، أحد أخصب الأودية في محافظة تعز وأكثرها شهرة في زراعة وإنتاج المانجو. وادي البركاني يبتدي من نهاية وادي الأخمور وينتهي في نهاية وادي الهيدين وكبة والحب. توجد في هذا الوادي الشهير أشجار معمرة، لذا يتخذ المزارعون حيلة لقطف الثمار، فيقومون بتناول القريبة منهم باستخدام عصات طويلة، ويدفعون بأحدهم إلى تسلق الشجرة وفروعها الممتدة في الأعلى ليقوم بقطف الثمار ورميها إلى الأسفل، حيث يقف مساعدو ويلقفون الثمار بطريقتهم تجنباً للتلف والحفاظ على بقاء المحصول سليماً. أحد العمال يطلع إلى الشجرة، وبقية العمال يمسكوا الطربال تحت الشجرة
والعامل الذي هو فوق الشجره يقوم بقنش المانجا، والبقيه العمال يقوموا بلقفها بالطربال حيث ما تقترح المانجا وتخرب ويتم يعني رميها. مانجو البركاني اكتسب شهرة على مستوى البلاد، ولعل المذاق الحلو والنكهة المختلفة إضافة إلى لون الثمرة الجذاب، حيث الصفرة الممزوجة بالحمرة هو السر الذي يقف وراء هذا التميز، بل ويضيف إلى قيمتها فارقاً عند البيع والشراء. ما يقارب 30-40 الصندوق، يعني كل شجرة الكبيرة والصغيرة ما تقارب 15 صندوق و20 صندوق. الآن السنة بلغت على المنجا هذا الناشري لحدود 8,000-10,000 ريال، ويكون مفتوح الأسواق، لو كان مفتوح الأسواق لطلع أكثر من 15,000. كل ما يقطف من هذه الأشجار التي تنتج أنواعا مختلفة من المانجو يتم تسويقه إلى الأسواق المحلية، وقد يباع بعض منه على قارعة الطرقات بالقرب من الوادي، ما يجعل المسافر يتذوق ثمارا طازجة. نقل من الشقار من الوادي طلعنا إلى الخط، كنا نبيع على المسافرين وعلى السياح، رغم ان الذي ادانا احنا لانه ما في سيستيره كنا نبيع بالخاط، نطلع المنقل هي الطازج من الشجره نبيع على الخاط، لان عدت اسماء وعدت انواع، في البرك في الناشري يقول له، في العنب الغازي الجمالي، واحلى المنقل البركاني قدو الاكل الجمالي، في عنبة غالي، في عنبة حمراء، في عنبة سمامة، يعني في بومباي، في قلب الثور، بس يعني قد المشهور المشهور الناشري. بحسب المزارعين يغطي وادي البركان ثلث احتياجات الأسواق المحلية، غير أن الأحداث التي شهدتها البلاد أثرت بشكل كبير على تسويق هذا النوع من المنتج الذي كان يصدر جزء منه إلى الخارج. كنا قبل الأحداث هذه، قبل المشاكل هذه، كنا نودي السعودية قاعرة بعيدة قارعة وخضار، وصدرنا للسعوديه مثلا من قلب بركاني هذه، مثل الناشري هذا يقول له، والبومباي، بس مع المشاكل والازمه هذه حق الظروف هذه اللي استوى لنا ما في شيء تصدير للسعوديه، دول برا ما بوش. يتصل وادي البركاني بعدد من الاوديه في مناطق الحجريه التي تمد البلاد بمحاصيل زراعيه مختلفه. لا تزال بعض الأسر في أرياف تعز تحافظ على مهنها التقليدية في استخلاص الزيوت الطبيعية من المنتوجات الزراعية في البلاد، ورغم اندثار مهنة العمل على المعاصر التقليدية، إلا أن إحدى هذه المعاصر التي تختص بإنتاج زيت السمسم البلدي لا تزال تعمل في مديرية الشميتين وتبيع لعملائها زيت السمسم البلدي الخالص. في هذه الفقرة سنسلط الضوء على عمل المعصرة التقليدية وكيفية إنتاجها واعتمادها على الجمل في إنتاج زيت السمسم. واحدة من الآلات التقليدية المختصة بطحن واستخراج زيت السمسم البلدي، والتي لا تزال تعمل حتى وقتنا الحاضر في منطقة المركز المجاور لمدينة التربة في مديرية الشميتين، يواصل عيسى عبد الله نعمان عصر السمسم واستخراج الزيت من خلال العمل على هذه الآلة التقليدية التي يطلق عليها محلياً معصرة الكلكل، وتعتمد في تشغيلها وتأدية وظيفتها بدرجة الرئيسة على الحيوان وتحديداً الجمال. أنا لي 7 سنين الحق له 45 سنة، يعني سمها هي التراث من حق الحال. جدي بعدها بي بعدين انا صرت قول هذا بلدي نعصره بثقه يعني مميزه، بو هل نوع ثاني صومالي بس نحن نقلب لوش، اما نحن بنعصر له بلدي حاجه مليه.
تبدأ العملية بوضع حبيبات السمسم البلدي الخالص في وعاء المعصرة، وحيث تكون عملية الطحن بدوران الرحى، وهو عبارة عن عود يطلق عليه القطب، والذي تتولد حركته مع دوران الجمل وهو معصوب العينين. وتستمر العملية لساعات مع مراقبة العامل عملية الطحن حتى يصير زيتا. نديق الجول نصفون وخلو، بعد نضع له بصل معصرة، بعد نعصره 4 ساعات، نرجع بعد نخرجه نعمله له بقوارير مضارب وعينه طلبنا الله. في الأخير يستخرج الزيت لوحده عبر غرف زيت السمسم بشكل منفصل، وإخراج الفضلات التي يطلق عليها باسم العصارة وبيعها كغذاء للحيوانات. 16 كيلو ينتقلي 7 لتر، نسكبه نضعه المعصرة عصرناه وقابلنا احنا 7 لتر. تقوم الفكرة في الأساس للمعصرة المصنوعة كلياً من أعواد الأشجار على العمل المتناغم بين القطع، والتي تتكون من الوعاء المنحوت يدوياً، إضافة إلى ما يسمى بالقطب وهو العود الذي يتوسط الوعاء بشكل مائل، يربط بقوس خشبي يتصل مباشرة بلوحين يتم تركيبهم بطريقة عرضية توضع عليهما حجرتان ويمثلان هذان كتلة الثقل التي تستند على عود في الأسفل يكون محور ارتكاز، وتنحصر مهمته في تنفيذ عملية الدوران بعد سحب الجمل للمقود. يلقى زيت السمسم الذي ينتج في هذه المعاصر التقليدية تفضيلا شعبيا عن ما سواه من الزيوت المنتجة بالآلات الحديثة، ويبني الكثير هذا التفضيل على أشياء كثيرة، أولها وأهمها احتفاظ منتج الزيت المستخلص عبر الطريقة التقليدية بنكهته الخالصة. المعاصر القديم أفضل من المعاصر الحديث، لأنه تعطي النكهة، تبقي نكهة القلقلان مستمرة فيها. يقول لي من كل مكان، من بني عمار، من كل البلوي، بني عمار، يقول لي من الشوحاط، يقول لي من عزائز، يقول لي من كل البلوي، من الشعوبة، من كل مكان. ولزيت السمسم البلدي استخدامات كثيرة اعتاد التعزيون كما غيرهم من سكان المحافظات الأخرى على المداومة عليها، فزيت السمسم أو ما يعرف محليا بسليط القلقل هو الزيت المفضل في الطباخة، حيث أنه خال من الدهون الصناعية والكوليسترول، كما أنه لا يزال يحتفظ بروابطه المكونة للزيت ولم يخضع لأي تعديلات صناعية. وإلى جانب استخدامه في الطبخ فإنه يضاف إلى أنواع مختلفة من الوجبات، كما أن له استخدامات علاجية كثيرة. زيت السمسم ينفع للأكل بين الفتة التمر للرشوش، هذا الدبع الخبز الموفى، ينفع بين الفاصوليا عندما يطبخوا لك الفاصوليا وقدموا سكبولة بينها، ينفع يعني، ينفع ثانيا تشربه يعني اللي عندك طحال للصدر، ينفع يعني عندك ألم بالمفاصل تتمرخ به، ينفع ثانيا لدهن شعرك. متعودين على ونمشي بأكثر المحلات هذه، كنا أكثر شيء نأكل عصيد وسليط. يشابه عمل المعصرة التقليدية إلى حد كبير عمل الآلة الصناعية من حيث الديناميكية المطلوبة لطحن حبيبات السمسم، غير أنه يستعيض في هذا العمل بالجمل لتوليد الحركة. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة بمواضيع شيقة ومتنوعة، دمتم وفي أمان الله. تعز مدينتي نعم المدينة، سقاها الصبح نسبته ولنا.